اهلا بيك في قناة عالم الكوكتيل وطيور الزينة. هنتكلم النهاردة عن موضوع ضبط جودة الانتاج من بعض ادوات الهواية المصفى البلاستيك. ايه لازمتها المصفى البلاستيك وايه علاقتها بهواية طيور الزينة؟ ده اللي نعرفه خلال الدقايق اللي جاية ان شاء الله. لما بتبدأ تربي طيور زينة يبقى عندك في البداية جوز او جوزين. بتبقى في البداية بتجيب اكل لطيورك كيلو او 2 كيلو، بتبدأ بقى ايه تسحبك النداهة كل يوم والتاني تلاقي نفسك عمال بتشتري جوز باتنين في ثلاثة. طبعا ده مش عشان خاطر ان انت تشتري وخلاص كده، لا، انت بيبقى ربنا كرمك فانتجت منهم فحبيت تزود، او جوز عجبك وحابب تزود منه، او متربي لمزاجك ايا كان السبب، فبتلاقي نفسك عندك في البداية جوز او اتنين بتجيب من عند التاجر كيلو او 2 كيلو يكفيك اسبوع اسبوعين ثلاثة. بعدين بشوية بتلاقي نفسك بتبدأ تربي اكتر، 5 تجواز 10 تجواز، الموضوع عندك عمال بيكبر، فانت بدل ما بتجيب 2 كيلو لا بقيت بتجيب 10 كيلو، كتر عندك الموضوع وبقيت بتجيب عندك مثلا 20 جوز، ووصلت ان انت بتجيب الاكل بتاعك بالشكاره. سواء الاكل اللي انت بتجيبه اذا كان بالكيلو او بالشكاره، في مشكله بتقابلك وانت مش واخد بالك منها. الفلارس والبلقم والدنيبه لما بيزرعوا في الارض بيتجمعوا بيجي معاهم شوائب واتربه وقشور، قشور ملهاش لازمه كده وطين صغير. تتخلص من الموضوع ده ازاي؟ عن طريق المصفى دي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. دي شكل المصفى بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها اهيت. دي مصفى مصنوعة من المعدن، الاطار بتاعها كله معدن، لكن المكان اللي هو اللي بتصفي بيه نفسه ده معمول من البلاستيك، فما يسببش معاك اي مشاكل، ما يصديش مثلا فيعمل سموم او يعمل صدأ على المصفى، فتيجي وانت بتمنخل بيه الاكل يبدأ الصدأ ينزل على الحبوب النظيفة اللي انت منخلتها خلاص. طيب ازاي بقى منخل الاكل؟ هوريكم الطريقة دلوقتي، وهوريكم الموضوع قد ايه مهم جدا وحساس، ولازم تاخد الموضوع على محمل الجدية عشان تحمي نفسك وطيورك من امراض معوية كتير انت في غنى عنها. الطين اللي بيكون موجود ده بيسبب امراض معوية كتير. دي شكل هيئة ده حبة اكل كده جبتهم في صينية من الشكارة مباشرة، برميه في المصفى اهو. شوفوا اول حتى ما رميته فيها شايفين في طين كده واقع تحت، واخدين بالكم منه كده؟ نسيب بقى الشوايه دول، تمام. هنبدا بقى منخل الشوايه اللي معانا دول. بس انا اوريكم كده المنظر اهو، شايفين انا بس بمجرد ان انا حطيت بس البتاع في المنخل وقع شويه. هبدا اهز بقى المنخل بتاعي كده زي ما انتم شايفين واشوف ايه اللي هينزل منه. طين كتير عمال بيقع هو بودره وقشور كتيره ملهاش لازمه. المشكله مش في الطين ده، يعني الطين نفسه اللي العصفور ما هوش وحش، مش حاجه سيئه ان العصفور ياكلها، بل بالعكس انت ممكن تجيب طين وتحطه مع خلطه التحديق اللي هنتكلم عنها بعد كده في فيديوهات جايه. في للطيور المفروض بتعمل حاجه اسمها خلطه التحديق العصفور يحدق منها، بنستخدم فيها الطين. المشكله عندنا هنا ان الزرع ده بيبقى مرش عليه مواد كيماويه عشان خاطر البلقم والدنيبه تطلع بسرعه، فالمواد الكيماويه دي تنزل على الايه؟ على ورق الشجر، وتيجي يقع منها جزء على الطين اللي في الارضيه، يتجمع المحصول كله مع بعض يخش في المطاحن، يبقى الطين اللي موجود اللي مع الاكل موجود معاه مواد كيماويه اللي هي بتاعت التسميد. بص كده الحبايه ديت حبايه طينه كبيره، دي المفروض حاجه زي كده ما تبقاش موجوده في الاكل. لو انت عندك امكانيه انك تتخلص من اي طين موجود جوه الاكل ده يبقى حاجه ممتازه جدا. انا بحاول انقي الحبوب اللي هي الطين الكبيره اللي العصفور ممكن يحاول انه ياكلها. اهو هوريك بقى المنظر تحت ايديا، انا بمنخل اهو برده في حاجات عماله لسه بتقع، بودره ناعمه خالص، كل دي بتتجمع في الاكله بتاعتك، يجي العصفور في النهايه. انت مثلا جيت حطيت الاكل وجيت في وقت نسيت تحط الاكل فيه، او الاكل خلص قدامه، او الاكله اتبلقت واتبقى فيها شويه صغيرين وهو اكل الباقي، يجي يبص في النهايه يلاقي الطين دوت موجود، هو جعان ما قداموش اي حاجه ياكلها، بيقوم واكل الطين ده، تيجي له مرض معوي وتبدا بقى تلاقيه عنده حاله اسهالات. شايفين الكميه عامله ازاي؟ كل بس ديت من غرفه واحده بس انا عملتها بالطبق. او نعمل بقى حرف ان بتاعي اهوت على اسم نادر عليه. كميه طينه ما شاء الله كتيره جدا، كل بس ده من غرفه واحده بس انا عملتها ومنخلتها. فما بالك بقى انت بتاكلهم مثلا قد ايه في اليوم لطيورك كلها، قد ايه في الاسبوع، قد ايه في الشهر، قد ايه العصفور بياكل حاجات من ديت فيها مشاكل ممكن تعمل له امراض معويه.
ده موضوع حبينا نتكلم فيه في ضبط جودة الإنتاج عشان نحمي طيورنا من أي مشاكل ممكن تقع فيها. الموضوع بتاعنا كده خلص، موضوع بسيط وسهل ولكن مهم جدا مع الطيور بتاعتنا، ما ينفعش إن إحنا ما كناش نتكلم عنه. أتمنى يكون الموضوع عجبك، تحياتي لكم جميعا، في رعاية الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.